يا مساء الخير على كل متابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بكم. معاكم احمد حلاوه ونشره اخبار ايه درويش. لو اول مره تتابعنا ما تنساش تفعل الجرس وتعمل سبسكرايب للقناه عشان يوصلك اخبار نادي الاسماعيلي اول باول ان شاء الله، ويوصلك نشره اخبار النادي الاسماعيلي. اول اخبار سيرج اكا الدبابه الافريقيه، لسه المفاوضات شغاله والموضوع مبصي. القصه كلها ان الوكلاء في مصر كل واحد داخل بيعلي في الفلوس والسعر، فما النادي الاسماعيلي رفض الحوار الصفقه والمبالغه في السعر، فسيرجيو اكا اجرى اتصال هاتفيا بكابتن حسني عبد ربه، وان الكابتن حسني عبد ربه مصر على اللاعب سيرجيو اكا، وانا اتوقع مليون في المية ان سيرجيو اكا هيكون قريب قوي 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 في النادي الاسماعيلي. اتفق معاه ان وكيله الايفواري وسيرجيو اكا هيوصلوا مصر خلال ايام، وهيتم قعده تفاوض بينه وبين الكابتن حسني عبد ربه واحمد علوي المستشار القانوني والمسؤول عن التقاعد واحمد الشيخ، وهيتم التواصل، وخلال ايام اعتقد ان سيرج اكا هيكون نص ملعب النادي الاسماعيلي. كما قلت لكم امبارح ان في مفاوضات شغاله مع عامر، والمفاوضات لسه ما انتهتش، لكن انا ما قلتش ان هو وقع، انا بقول ان في مفاوضات جديه مع عامر. اقول لك على التفاصيل اللي حصلت بين اللي دارت بين الكابتن حسني عبد ربه ورئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع. طبعا اللي حصل كالتالي، كابتن حسني عبد ربه استغل تواجده مع رئيس قناة السويس فطلب منه التدعيم للنادي الإسماعيلي، وطلب منه 2 ملعبين فرعيين يتمرنوا عليه الناشئين. وطبعا هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع قال له إن شاء الله هيكون في دعم للنادي الإسماعيلي، وهنبص في موضوع أمر الملاعب إن شاء الله. بقى النهارده الاثنين إن شاء الله النادي الاسماعيلي هيسافر القاهره 6 اكتوبر لاقامه المعسكر، وطبعا احنا عارفين ان النادي الاسماعيلي بيجهز لمباريات في المعسكر، وان شاء الله تكون تجربه مفيده. المعسكر مغلق يفيد الفرقه، ونشوف بقى الاسماعيلي في حته تانية ان شاء الله. خليني برده اروح على بعض الاعارات للنادي الاسماعيلي. كمال السيد الحارس المتميز اللي طالع من الناشئين اعاره للجونه لمده سنه، افتكروا الاسم ده كويس. كمال السيد هيكون حارس متميز وهيكون مستقبل النادي الاسماعيلي، فكويس النادي الاسماعيلي طلعه اعاره سنه، ما ادالوش الاستغناء او طلعه ببلاش اعاره سنه للجونه، واحنا عارفين ان الجونه كان عايزه من السنه اللي فاتت، وهو جون متميز جدا جدا كمال السيد. عارفين كمان ان عمرو الحلواني وعبد الله جمعه لعيبه النادي الاسماعيلي سابقا راحوا في الدرجه الثانيه نادي زد. كل تمنياتنا بالتوفيق النادي الاسماعيلي الفتره الجايه، ونشوف الاسماعيلي في احسن حال. لو الفيديو عجبك وبتتابع كل يوم النشره، ما تنساش تعمل لنا لايك على الفيديو.